السلام عليكم خاوتي وخوتاتي ومرحبا بكم من جديد في قناتكم اخبار بلادي مواضيع اليوم يعني ما تقدروش تخيلوش شحال هامه خاوتي مؤخرا يبدو ان قناه 12 الاسرائيليه نشرت خبر تقول فيه باللي حزب الله هجم على واحد التيران تاع ستاد كانوا يلعبوا فيه في شمال فلسطين المحتله وماتوا فيها تسعة فتيات يعني القصف الان لو كان تشوفوا الصور في تويتر ولا موقع اكس صور مرعبة لأشلاء تاع الإسرائيليين مليوحة فيها الآن الخبر ما توقفش هنا لأنه بدا يتطور بالوقت، عدد القتلى طلع من 9 إلى 14. أيضا كان حتى أخبار تقول في الحقيقة ماشي حزب الله هو اللي دير هذاك الهجوم، وإنما هو خطأ من إسرائيل. دونك نعطيكم التفاصيل خاطئ أيضا هذا الخبر مهم للغاية. رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب وهذا راكم تعرفوا خاوتي قال واحد التصريح مهم للغاية راح يبدل الكثير من التحركات فمثلا أعطى الأوكي ويعني بالعكس طلب من المنافسين الفلسطينيين في الألعاب الأولمبية يواجهوا إسرائيل ويربحوها فيعني هذا وش راح يخلي الجزائر خاوتي ايماجينيو فلسطين والحكومة الفلسطينية راهي تطلب من الشعب تاعها ومن لي زاتليت الفلسطينيين يشاركوا ضد الاسرائيليين اذا طاحوا معاهم والجزائريين معاولين ينسحبوا ايضا الرئيس التونسي قيس سعيد متخوف الان من توغل الصهيونيه في بلده وقال باللي الكثير من المسؤولين الان التونسيين بداوا يعني يتلاحوا في احضان الصهاينه امر مرعب يحدث في تونس ايضا ممثل الجزائر في مجلس الامن عمار بن جامع يلقي كلمه مهمه في مجلس الامن بصراحة يعني كل ما تنبأت به الجزائري يحدث الآن كيفاش تقاو تهدية أبرز عناوين أخبار اليوم قبل ما نبدأ التفاصيل ما تنسوش تكليكيون على زر الإعجاب الأمر مهم راح يساعدنا نصدر الحملة السينيال شكرا خاوتي على المشاهدة يلا للتفاصيل مباشرة فيديو جميل جدا للجزائريين اللي يشاركوا في الألعاب الأولمبية حيث هل كانوا عابرين من نهر الصين يعني نهر السين خاوتي إذا ما كنتمش عارفين القصة تاعو شهد استشهاد العديد من الجزائريين في 17 اكتوبر 1961 اللي كانوا يطالبوا باستقلال الجزائر فرنسا كتلتهم ولاحتهم في النهر مالا طبعا الوفد الجزائري ما ينساش امور مثل هذه ونهار اللي كانوا جايزين من النهر كانوا يلوحوا في الورده ترحما على شهداء الجزائر اللي ماتوا ثم لارواح ايضا بخصوص الالعاب الاولمبيه صرا كما قلنا لكم حدث مهم للغايه خرج الان رئيس اللجنه الاولمبيه الفلسطينيه جبريل الرجو بوشكا قال لن اطلب من الرياضيين المشاركين حاليا في الالعاب الاولمبيه في باريس الانسحاب في حال اوقعتهم القرعه مع لاعبين اسرائيليين يعني اذا طحتوا مع لاعبين اسرائيليين معليش العبوا معهم وهذه ماكم تشوفوا اللجنه الاولمبيه الفلسطينيه راي تقول صراحه خاوتي اللجنه الجزائريه ما طلبت من حتى جزائري الانسحاب يعني ما حبت تدخل روحها في حياه حتى شخص جزائري هي حياته الخاصه وهو حر حب يشارك يشارك وحب ينسحب ينسحب يعني الامر هي يرجع الى لاتلت الجزائري الان المنافس الجزائري ادريس سعيد يعني تاع تاع بطولة الجود وراه في حيرة من أمره هل ينسحب ولا هل يشارك خصوصا الآن نشوف حتى الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية راهي طالب للاعبين تاعهم يشاركوا ضد الإسرائيليين أيضا خاوتي ديروا في بالكم باللي بعض الرياضيين الفلسطينيين راه يشاركوا وقالها حتى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل رجوب قلب اللي كين منهم أحدهم قال لك خسر ثمانين شخصا من عائلته وأقاربه يعني هذا أحد الفلسطينيين راه مشارك في الأولمبيات فتوما زعما في كي يواجه إسرائيلي هل راح ينسحب ولا راح يواجهه صراحة يعني الرياضيين الآن في معضلة فمشي سهلة خاوتي القرار هذا اللي راح يدور الرياضيين والله ما مسهلين بزاف ناس منهم يعرفوا عليه ها ونسحب نورمال ثم صح في راسكم خاوت ايماجينيو لو كان ينسحب راح تمنعوا الالعاب الاولمبيه من المشاركه ل سنوات يعني حييني اليوم قتلني غدوه يحصر في الرياضه خاوتي عمر الاتليت قليل بزاف في المجال الرياضي يعني عندك هذيك الفتره تاع العشرينات هذيك هي فتره الذروه تاع الرياضه عشر سنين راهي خلاص حكموا عليه للابد ما يشارك في الاولمبيات حياته كومبلي يخدم عليها صراحة ما عارف خاوتي ما ليش عارف كنت راح نديرو كان جيت في بلاصة الرياضي الجزائري اللي راح يواجه الاسرائيلي بصح نتوما كيف كنتو راح ديرو خاوتي خبرونا ياكم في التعليقات قناة الشروق تصور يعني مداهمة الدرك الوطني لعصابة الاحياء زعما قالك كانوا مثيرين الرعب في هذه المنطقة وقبضوا عليهم ديرولها مونتاج وكاع لي سونسي كيما كتشوفو هنا عصابة الاحياء راهم كاع قاعدين يعني تريكو راهم يدورو هنا في الحومة ثم دهمتهم الشرطة قبضت عليهم بالواحد وكان التصوير يعني يستخدم فيه الدرونات وكل هذه الأمور صراحة قلت كثير من التعليقات يقولوا باللي هذه مسرحية ومش عارف بالصحة ثم شاكم تشوفونها أخواتي نشرتها قناة الشروق هذه قالك هذه من بجاية هادي لك الدار واحد الدرك الوطني بجاية تتمكن من وضع حد لعصابة أحياء متكونة من 14 شخص زرعت الرعب بالإقامة السياحية كابريتو كابري تور بلدية بوخليف وليت بجاية سكان ولاية بجاية يحكون على هاد العصابة تاع ال تاع الأشخاص والناس اللي كتطول من الثقة وشاركهم فيما حدث خبرونا في التعليقات الآن نروح نروح للخبر هذا خاوتي مؤخرا يعني انتشرت الان كثير من الاخبار تقول باللي قصف صاروخي أطلق من لبنان يعني من جماعة حزب الله استهدف منطقة مجدل الشمس وهذه مجدل الشمس في جولان جاية في شمال فلسطين أيضا الأخبار هي كل دقيقة زوج تتطور قبيل كانت تسعة ثم ولت 14 الآن قال لك عشرات القتلى والجرحى بجولان وإسرائيل تجهز الرد يعني إسر... إسرائيل الآن راهي معاولة تنتقم من لبنان وهذا الماتش زارا فيها الكثير من البليس قال لك اللي اعلنت وزاره اعلام اسرائيليه يوم السبت مقتل عشرة اشخاص جراء سقوط صاروخ اطلق من لبنان في ملعب كره القدم يعني الان الصور حاوتي بشعه لو كان تروحو تحوسو عليها في تويتر تشوفوها يعني راه الناس كلها تشارك في هذه المواضيع قال لك ماتوا 10 اشخاص كلهم عشر بنات صغار اما الاصابات فقد بلغت 30 مصابا من بينهم سبعه في حاله حرجه جدا اثر سقوط صاروخ لكن خرج حزب الله قال لهم لا لا راكم غالطين مش احنا اللي درنا هذا الهجوم راكم غالطين بزاف قال لك حزب الله ينفي وبينما نفى مسؤول العلاقات الاعلاميه في حزب الله محمد عفيف لرويترز بشكل قاطع الادعاءات التي اوردتها بعض وسائل الاعلام العدو يعني الصهيوني عن استهدافها مجدل الشمس ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب كرة القدم بل إذا كانت حزب الله تقول مشي أنا اللي الصاروخ وإسرائيل تقول حزب الله ما هي الحقيقة؟ الحقيقة خاوتي قد تكون يعني آآ آآ مرعبة في نفس الوقت محرجة بالنسبة لإسرائيل لأنه في الحقيقة هذا الأمر كان خطأ من إسرائيل نعم خاوتي هي صراحة في كل الأحوال اسرائيل راح تبان بصوره مزعوقه وبشعه ومبهدله خلينا نقول زعما حزب الله هي اللي يعني هنالك خرق وثغره لهذا الدرجه سيروخ غير يعني يتسلل ويصل الى المدنيين في منطقه يقال عنها انها اكثر امانا في العالم هذه التبهديله الاولى الثانيه اذا كانت اسرائيل غلطت فاسرائيل الان راهي تقتل الشعب فهايليك تقول الاخبار قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للجهات الاجنبيه واش قال؟ قال: نفحص امكانيه ان تكون القبه الحديديه اصابت عن طريق الخطا مجدل الشمس. الان هنالك صواريخ يعني حماس مزاد الى الان ترمي الصواريخ ولكن هنالك امكانيه كما شفتوا حدوث خطا القبه الحديديه طلقت صاروخ جا في الملعب. وهالك يعني نشرتها لبنان 24 قال لكم باسم الجيش الجهه الاجنبيه نفحص امكانيه ان تكون القبه الحديدية اصابت عن طريق الخطا مجدر الشمس الان خاوتي اسرائيل الان زعما راهي تتجهز باش تنتقم تنتقم من حزب الله وكما على بالكم خاوتي راح يكونوا فيها الالاف من الضحايا الابرياء جراء الانتقام زعما تاع الصهاينه على حزب الله زعما ولكن هم حتى ما راح يستهدفوا حزب الله راح الضربه يدوها المواطنين اللبنانيين لكن زعما زعما التحقيقات مازالت جارية من طرف اسرائيل باش تعرف الخبايا وحقيقة هذا الامر ثم رشاكم خاوتي هل ترون انه خطأ من اسرائيل ام ترون حقا ان حزب الله هي اللي ضربت المنطقة هذه صراحة خاوتي كل هذه الامور كانت تتحذر منها الجزائر يعني الجزائر والمدوب الجزائري وقت طويل كان يقول لهم يا اسرائيل برك وديروا المشاكل راح تجي الضربه والثقله راح تجي في وجهكم راكم تازموا الامور وراح تتفاقم حرب اسرائيل ما سمعتش الان شوفوا شو صار عندهم خاوتي صراحه الفيديوهات هذيك والله غير بشعه تشبه بزاف الفيديوهات تاع الضحايا تاع غزه يعني اشلاء ايضا ممثل الجزائر في مجلس الامن كانت له كلمه البارح فيها ربع ساعه تقدروا تروحوا تشوفوها في اليوتيوب خاوتي وكان يحذر فيها اسرائيل بسبب التقنيات اللي تستخدمها ضد الشعب الفلسطيني من التجويع يعني قالهم استغلتوا الاسلحه آه قلنا لكم حبسوا ما حبستوش تخدمتوا كثير من الامور قلنا لكم حبسوا ما حبستوش ولكن الجوع هنا لا لا هنا راكم تاذوا بزاف ناس الجزائر الان خاوتي راهي تحارب تقريبا وحدها ايه راهم يدعموها اطراف في مجلس الامن ولكن كل واحد راح عنده هم ولا بيه الصين لاتيه تايوان الروس لاتيه باوكرانيا والجزائر لاتيه كل من فلسطين والصحراء ثم اخوتي اشاكم في هذا الامر لو كان جيتوا تتوقعوا ما الذي يحدث في الشرق الاوسط الى ماذا ستؤول اليه الامور لاحقا يعني أه وشاكم هل ترون ان اسرائيل زعما راح تنتقم من لبنان ومن الشعب اللبناني ربما اسرائيل درتها بالعاني باش تكون عندها حجه وذريعه تشعل حرب من الجهه الشماليه وتتخلص من لبنان خبروناكم في التعليقات ولكن خاوتي اذا خممتوا هك حزب الله ماهوش سهل خليني نقول لكم موضوع خاوتي حزب الله ماهوش حماس لانه في 2006 اسرائيل سيد تحت لبنان وصدمت عليها بالجيش وما قدرتش حزب الله يلحق الحق باسرائيل هزيمه نكراء وتقدروا تروحوا دوك تبحثوا عليها خاوتي الان حزب الله اصبح متطور باسلحه اكثر تعقيدا وباعداد ضخمه يعني يقدر يمسح الارض باسرائيل حرفيا خصوصا انه حزب الله عنده الكثير من الاكسبيريونس في الحروب الفعليه ومش يروح يحقروا المدنيين كما يديروا اسرائيل انتم خاوتي في الموضوع في الاخبار ايضا الرئيس التونسي قيس سعيد يحذر المسؤولين نتاعو راه يقول باللي راه الان داخل تونس خيانه كبيره وهنالك ارتماء في احضان الصهيونيه بالبلد الذكرى السابعة والستين من الموقوفة الكاملة هذا فضلا عن تعطيل ممنهج لانجاز عشرات المشاريع بالرغم من ان الاموال المرصوده لها متوفره فضلا عن الخيانات والارتماء في احضان الصهيونيه واجدد مره اخرى بهذه المناسبه وقوفنا الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الارتباع في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية في تونس أكد الرئيس راح للماسونية يا يعني هنا الرئيس التونسي خلق جبهة جديدة من المؤامرات اللي حتى رئيس مهضر عليها اهضر على الماسونيه وزاد قال بلي عندنا مسؤولي الان في تونس راهم يرتمون في احضان الصهيونيه يعني كثير من الناس كانوا يتساءلوا بكري إن هل الماسونيه هي مؤامره هي هي الامر هذا حقيقي لكن الان كي خرجت من جهه رسميه مثل رئيس الجمهوريه تاع تونس الامر اصبح سيريو بزاف خصوصا انه الكلام هذا اللي قالوا يعني صراحه فيه الكثير من التلميحات والالغاز ماهوش مباشر ما قالناش كيفاه المسؤولين هذو ترتموا في احضان الصهيونيه وكيفاه داروا مع الماسونيه ما هو الحدث اللي يثبت هذا الامر ايضا مؤخرا كانوا كاينين بزاف فيديوهات لمحامين في تونس الان يطالبون باعطاء للشواذ حقوقهم ويعني اعطاء حق الزواج للمثليين في تونس تونس بلد جارة نموت عليها خاوتي الجزائر عندها علاقات جميلة جدا معها والخبر هذا اللي ننشر فيه مش باش نسبوا لنا نعاير تونس فقط باش تشوفوا الاوضاع كم هي خطيره في تونس وهذا على لسان الرئيس التونسي بنفسه وايضا جدد رئيس تونس التزامه بدعم القضيه الفلسطينيه تمر خاوتي في هذا الموضوع ايضا خبروناكم في التعليقات كما راكم تشوفوا أنا وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبكم خاوتي ما الله يحفظكم تكليكيونا على زر الاعجاب واشتركونا في القناه وفعلوا الجرس الامور هذه كلها تدعمنا شكرا خاوتي على المشاهده والى اللقاء